الستالينية مش مدرسة من مدارس المركزية. الستالينية مدرسة مختلفة، وهبتدي أشرح قصدي. الماركسية مبنية على فكرة التحرر الذاتي للطبقة العاملة، إنه الطبقة العاملة هي القادرة على قيادة الثورة، وهي اللي قادرة على تدمير الدولة البرجوازية، وهي القادرة على بناء دولة بديلة. طبعا مش لوحدها، لازم يبقى معاها الفلاحين ومعاها المضطهدين ومعاها كل القطاعات المضطهدة، بس هي الطبقة الوحيدة اللي قادرة فعلا، اللي عندها قوة انها تعمل ده. احنا شفنا امبارح المترو، يعني مجرد تضامن ما بين عمال المترو وعمال السكة الحديد خلى الجيش نفسه يتراجع عن قرار التعبئة اللي هو عمله. قوة الطبقة العاملة مفيش شك فيها. التحرر الذاتي للطبقة دي نقطة برضو مهمة جدا. الماركسية أصلها مش فكرة، مش عبقرية كارل ماركس اللي انتجت الماركسية. الطبقة العاملة لما ابتدت تتحرك في القرن 19، الماركسية عملته هي انها بلورت تجارب الطبقة العاملة دي والامكانيات الكامنة فيها. كارل ماركس مثلا ما ابتداش يتكلم عن دولة العمال غير بعد كوميون باريس، غير لما العمال نفسهم عملوا كوميون باريس. كارل ماركس ما ابتداش يتكلم عن الاختراب ومشكلة الاختراب في العمل بالنسبة للعمال، وزي العمال بيفتقروا اكتر والرأسماليين بيختلوا اكتر، غير لما الرأسمالية اتطورت في السكة دي. كارل ماركس ابتداش يشوف امكانيات التحرر الذاتي للطبقة العاملة غير لما الطبقة العاملة نفسها ابتدت تتحرك في اوروبا، بالذات في فرنسا. التجربة الاولى للثورة العمالية طبعا كانت كوميونة باريس سنة 1871. وكوميونة باريس كانت، يعني طبعا ده حصل في باريس بس، وحصل لفترة وجيزة جدا، بس اهميتها في انها وضحت مستقبل الاشتراكية ممكن يبقى عامل ازاي. انه العمال فعلا هدموا الدولة البرجوازية، شالوها. العمال سلحوا نفسهم، والعمال خلقوا نظام قضائي بتاعهم هم، ونظام شرطة بتاعتهم هم من خلال ميليشيات العمال، وابتدوا كل المندوبين عن العمال، يعني اتعمل مجلس فيه مندوبين، المندوبين دول بيتم تغييرهم بشكل مباشر، يعني ما بيقعدوش فترات لا 4 سنين ولا النظام البرجوازي، لا بيبقى الإطاحة بيهم في الاجتماع العمومي للعمال لو خرجوا عن مصالح العمال، وانه كل المندوبين دول بياخدوا نفس الأجر اللي العامل بياخده. ابتدى يبقى فيه أول إرهاصات لشكل مجتمع بديل، ممكن يبقى بديل للمجتمع اللي احنا فيه. أول تجربة بقى كبيرة، طبعا التجربة بتاعت الثورة بتاعت كوميون باريس انتهت بشكل مأساوي. الجيش الملكي مع الجيش بتاع بروسيا اقتحموا وقتلوا اكتر من 10,000 عامل، وفي 30,000 هربوا، ومعتقلين عشرات الالاف من المعتقلين في مذابح مرعبة، يعني في صورة مرعبة للثورة المضادة. اهم تطور حصل بعد كده كان طبعا 1917 حصل ثورة عمالية، وبان فيها احتياج ما كانش ماركس موثقه، يعني وصل له بشكل كافي، وهو الاحتياج لتنظيم، الاحتياج لحزب ثوري. الطبقة العاملة اتحركت سنة 1905، خلقت اشكال حكم مباشر، خلقت مجالس اللي هي السوفيتات. السوفيتات دي ابتدت تنافس الحكم بتاع القيصر، بس دي كانت التجربة الأولى، ولأنه ما كانش في تنظيم كبير كفاية، تنظيم سياسي قادر على ربط
الحركه العماليه دي او الثوره العماليه دي بقضايا الفلاحين وبقضايا المضطهدين وتجمعها على مستوى قومي، ففشلت الثوره دي وانتهت بثوره مضاده، وطبعا الجيش هو اللي قاد الثوره المضاده وحطم المجالس العماليه. بس دروس طبعا 1905 بقت مهمه جدا، بقت لا تقل اهميه عن عن كوميونت باريس. واول درس كان انه الثوره كان في تصور في ما يسمى بالامميه الثانيه انه الثوره اللي كان بيقودها ناس زي كاوتسكي واخرين ان الثوره لازم تحصل على مراحل، انه في مرحله اولى ثوره ديمقراطيه، ثوره بوركوازيه، تحقق برلمان، تشيل بقايا الاقطاع، تسمح بقيام نقابات عماليه، يعني تحقق ديمقراطيه، وبعد كده بعد تطور راسمالي ينفع يحصل ثوره عماليه. اللي اثبتته ثوره 1905 ان اللي قاد الثوره ضد القيصريه وضد بقايا الاقطاع هي الطبقه العامله، انه البرجوازيه لعبت دور مضاد للثوره، وان البرجوازيه رغم انه من مصلحتها انه يبقى في برلمان هي ممثله فيه، من مصلحتها انه بقايا الاقطاع تتشال، بس خوف البرجوازيه من الطبقه العامله بيخليها تقف في صفوف الثوره المضاده مش في صفوف الثوره. وهنا ليون تروتسكي من ناحيه وروزا لوكسمبورغ من ناحيه ثانيه طوروا فكره الثوره الدائمه، الاكتشاف ده انه الطبقه العامله هي الطبقه الوحيده اللي قادره على قياده حتى الثوره الديمقراطيه، وبالتالي ما ينفعش نفصل ما بين الثوره الديمقراطيه والثوره الاشتراكيه، وصول العمال للسلطه هو الطريق الى الديمقراطيه. والسؤال اللي تروتسكي سال سؤال بسيط جدا، انه طب لو الطبقه العامله هي اللي هتقود الثوره، ولو الطبقه العامله هي اللي هتوصل للسلطه، ليه تسيبها تاني للبرجوازيه؟ ليه يبقى في مرحله برجوازيه؟ ايه ضروره انه يبقى في مرحله برلمانيه برجوازيه؟ ليه ما نبداش مباشره في بناء الاشتراكيه؟ لانه بناء الاشتراكيه مبني على فكره سلطه الطبقه العامله. فبقى في فكرتين جوه ما يسمى بالماركسيه. يعني ماركس ليه مقوله مشهوره انه كل ما يعرفه اني لست ماركسيا، وكان قصده بيها انه من كتر ما في تفاسير مختلفه للماركسيه، عنوان الماركسيه ما يعنيش ان احنا كلنا عندنا نفس الرؤيه لمجرد ان احنا بنسمي نفسنا ماركسيين. فبقى في ماركسيين بيقولوا لا، لازم الثوره تحصل على مرحلتين، مرحله اولى ثوره ديمقراطيه، وفي البلدان العالم الثالث ثوره وطنيه ديمقراطيه، وبعديها بعد فتره من التطور الراسمالي والتطور الديمقراطي ينفع العمال يلعبوا الدور الحاسم في انتقال للاشتراكيه في سلطه العمال. طبعا لينين كسر الفكره دي هي في 1917، في ابريل 1917، وتبنى رؤيه ليون تروتسكي انه كل السلطه للسوفييتات، بقى ده الشعار، كل السلطه للسوفييتات، يعني العمال لازم ياخدوا السلطه. والافتراض هنا كان انه صحيح روسيا بلد متخلفه، صحيح العمال اقليه في روسيا، انما لانه في تطور مركب ولا متكافئ، لانه الراسماليه بتتطور بشكل مركب ولا متكافئ، بتلاقي انه العمال متقدمين جدا حتى وهم اقليه في النظام، اهميتهم بالنسبه للراسماليه الناشئه دي ضخمه جدا، قدرتهم على الحركه وعلى الحشد وعلى شل النظام الراسمالي ضخمه جدا. وبالتالي ممكن انه ثوره عماليه اشتراكيه تقوم في دوله نامية، في دولة لسه أغلبها فلاحين، في دولة لسه الرأسمالية مش متطورة فيها. الشكل السابق للاشتراكية برضو كان بيقول إنه لا،
الاشتراكيه مش ممكن تبدا، الثوره العماليه مش ممكن تبدا غير في البلدان المتقدمه، الراسماليه المتقدمه اللي الطبقه العامله بقى فيها اغلبيه السكان، اللي مساله الارض والمساله الزراعيه اتحلت خلاص، وانه في الدول دي الصناعيه بينفع يحصل فيها ثوره اشتراكيه. اللي تروتسكي ولينين تبنوه انه لا، الثوره ممكن تبدا، الثوره العماليه ممكن تبدا في بلدان في اضعف الحلقات، سماها لينين اضعف الحلقات، وبس على شرط انها تنتشر للبلدان المتقدمه. انه ما ينفعش لو ثوره في روسيا لوحدها اتعزلت هتنهار الثوره، وده كان واضح جدا من اول ايام الثوره. والافتراض، وكان افتراض صحيح، انه الثورات بتنتشر، انه الظروف اللي خلت انه ممكن يبقى في ثوره في روسيا سنه 17 معناها انه الظروف العالميه، ان الراسماليه العالميه في ازمه، وطبعا كانت الراسماليه العالميه لسه طالعه من حرب عالميه او في نهايات حرب عالميه، وبالتالي الثوره دي ممكن تنتشر لباقي البلدان وتوصل للعالم الراسمالي المتقدم. وبالفعل سلسله من الثورات في المجر، في المانيا، في ايطاليا، في انتشرت الثوره فعلا في اوروبا كلها، وفي اهم مكان المانيا اللي هي كانت مركز الصناعه الاوروبيه، مركز الطبقه العامله، فيها اكبر طبقه عامله منظمه واكبر طبقه عامله قادره على الحركه. بس هنا نرجع للتنظيم، انه المشكله ليه الثوره انهزمت في المانيا وانتصرت في روسيا، كانت انه في روسيا اتبنى حزب لينيني، حزب لينين قدر يبني حزب سياسي قبل الثوره وخلال الثوره، قدر انه يربط اولا الطليعه العماليه ببقيه الطبقه العامله، لان المشكله في روسيا زي في مصر زي في اي حته ثانيه انه مستويات الوعي في الطبقه العامله متفاوته. في عمال مش وصل، ما عملوش اضرابات، لسه جايين من الريف، لسه محملين باعباء تراث، في مشاكل كتير، وبالتالي ما بيتحركوش، في حين انه في طليعه. احنا عندنا في مصر ده واضح جدا، في عمال هتلاقيهم سلفيين ضد الاضراب، مش فاهمين قوي وضعهم الطبقي، وفي عمال زي بتوع المترو وزي بتوع السكه الحديد وزي بتوع السويس اللي هم متقدمين جدا. بس من غير وحده الطبقه العامله على بعض ما ينفعش الثوره تنجح. مش بس كده، من غير ما تكسب الفلاحين للثوره العماليه مش ممكن تكسب. ليه؟ لانه الثوره المضاده، ما هو الطرف الاخر مش قاعد نايم، الطرف الاخر منظم مع جيش، مع شرطه، وبيعبق بالافكار الرجعيه عشان يحارب الثوره. وبدون الثوره المضاده ما تكسب جماهير مش ممكن تنجح في كسر الثوره. عشان كده افكار، وهنا بقى النموذج المصري يبان، التحرش الجنسي، دونية المرأة، الهجوم على الأقباط، خلق فكرة طائفية، كل دي أسلحة في إيد الطبقة الحاكمة القديمة، أسلحة في إيد الثورة المضادة بتستخدمها طول الوقت في ضرب. وفي روسيا كان نفس الحاجة، اضطهاد اليهود، الكنيسة الأرثوذكسية بأفكارها المتخلفة، أفكارها الرجعية، لأن الكنيسة الأرثوذكسية هناك كانت بتؤيد القيصرية بشكل ديني مباشر، وكانت من اكبر ملاك الارض في روسيا. الماكينه دي كلها بتشتغل عشان تكسر الثوره. ففكره لينين كان انه لازم تنظيم يبقى عقل الطبقه العامله في ثورتها، يبقى ذاكره الطبقه العامله في ثورتها، يبقى الناظر، يبقى الحاجه اللي بتربط الطبقه العامله ببعض، وفي نفس الوقت بتتحول لمنبر لكل المضطهدين. كل القطاعات المضطهده لازم الطبقه العامله تكسبها لارضيتها عشان تتحرك. نفس الحاجه في مصر، لو 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 الفتنه الطائفيه كسبت يبقى انت قسمت الطبقه العامله على اساس مسيحي ومسلم، وبالتالي الطبقه العامله لا يمكن انها تتحرر، لا يمكن انها تقوم بثورتها. بتخلق نزاعات جوه الطبقه العامله نفسها وما بين الفقراء وبعضهم،
بتخليهم يتراجعوا عن الثوره. فدي كانت افكار جديده. نمره واحد ضروره حزب، حزب ثوري يربط طليعه الطبقه العامله ويقود باقي القطاعات المضطهده في العمليه الثوريه. نمره اثنين انه فكره الثوره الدائمه، انه الثوره مش محتاجين البرجوازيه الاول تاخد الحكم من خلال البرلمان، مش محتاجين البرادعي الاول يحكمنا عشان بعد كده تتطور النقابات وتتطور الاحزاب ونوصل للحكم. انه الثوره ما بتجيش من خلال البرلمان، فكره مهمه جدا في الفكر اللي بيسموه الاشتراكي الديمقراطي اللي هو اصله في الامميه الثانيه. الفكره بتاعت كاوتسي كان انه العمال بيعملوا حزب، الحزب ده بينافس في البرلمان وبشويش هيقدر ياخد اغلبيه في البرلمان، ومن خلال البرلمان هيقدر يغير الـ 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 القوانين ويبني الاشتراكيه كبديل للراسماليه. طبعا المشكله هنا، واحنا اتكلمنا كتير على الموضوع ده، ان السلطه الحقيقيه مش في المجتمع البرجوازي، مش في البرلمان، عمرها ما تبقى في البرلمان. لو الاشتراكيين الثوريين عندهم اغلبيه البرلمان، كسبوا اغلبيه البرلمان وقرروا مثلا انهم يأمموا الصناعات الكبيره كلها و يعملوا اجراءات انه الجنرال ياخد نفس ماهيه العسكري، لنقل مثلا مساواه، تفتكروا الجنرالات هيعملوا يعني اول حاجه هتحصل انه البرلمان الجميل ده اللي مليان اشتراكيين ثوريين وعلام حمراء هيحاصر بالدبابات وهيتضرب. في تشيلي احنا شفنا نموذج لده، حزب زي الفل ماركسي كان جامع قطاعات اليسار الراديكالي كلها، كان بيقوده سلفادور أليندي، وصل للسلطه، وصل خد اغلبيه البرلمان، وخلال 3 سنين بشكل منظم الطبقه الحاكمه من ناحيه ابتدت تعمل اللي بيعملوه في مصر، يقفلوا المصانع. يقفلوا المصانع، طب انتوا عايزين زيادات وانتوا عايزين كذا وانتوا عايزين كذا، طب ما فيش مصنع هنقفل المصنع. ابتدوا يحركوا كل الافكار الرجعيه الممكنه عشان القطاعات الاقل تقدما في المجتمع تساندهم. وفي النهايه الجيش بقياده بينوشيه قام بالانقلاب، شال في مات في سلفادور أليندي، عشرات الالاف ماتوا واختفوا، كانوا بيرموهم من الطيارات في الجبال، كانوا بيدفنوا في الاستاد، يعني اشياء مروعه حصلت في الثوره المضاده. ايه خطا أليندي؟ ان هو كان من مدرسه الاشتراكيه الديمقراطيه دي، انه ممكن البرلمان من خلال البرلمان نوصل للاشتراكيه. والمشكله فعلا انه ما بتضربش السلطه في الحته اللي هي فيها، يعني السلطه موجوده فين؟ موجوده في كبار الشركات الراسماليه، وموجودة في الجيش والأجهزة الأمنية. طول ما دول موجودين وفي القضاء، يعني القضاء، يعني مش صدفة مثلا انه في مصر القضاء طلع كل المجرمين بتوع الثورة المضادة، كل الناس بتاعت النظام الحاكم تقريبا خرجوا، فاضل مبارك وبيتكلموا على ازاي هيخرج. يعني الضباط كلهم خدوا براءة. ليه؟ تسأل نفسك ليه؟ ليه القضاء بيعمل كده؟ ليه القضاء مضاد للثورة؟ مش لأنه فاسد، ملهاش دعوة بالفساد، لأنه جزء من الطبقة الحاكمة، القضاة جزء من الطبقة الحاكمة، الجنرالات جزء من الطبقة الحاكمة. عشان كده فكرة لينين بتاع كل السلطة للسوفيتات، إنك أنت محتاج تعمل ازدواجية سلطة، إنك أنت محتاج تعمل سلطة بديلة للجماهير، هي الطريق الوحيد لإنجاح الثورة. طبعا احنا قلنا انه ما تبناش الحزب، يعني الحزب ده اتبنى في روسيا ونجح في روسيا وده اللي نجح الثورة، للأسف ما كانش اتبنى في ألمانيا. التيار الجارف في ألمانيا كان الاشتراكية الديمقراطية اللي كان بقالها عشرات السنين وليها سيطرة جامدة جدا جوه النقابات وإلى آخره. ولما ابتدت روزا لوكسمبورغ وكارل ليبنخت واخرين يحاولوا
يبنوا الحزب الشيوعي الحزب الثوري. كان الوقت اتاخر جدا، ما كانش في وقت كفايه انهم يطوروا الموضوع، فاللحظه الثوريه تبخرت وقدر الاشتراكيين دم ديمقراطيين ماشي اللي وصلوا للسلطه قدروا يصفوا الثوره، مع انهم اشتراكيين ديمقراطيين يعني المفروض عايزين الاشتراكيه. قتلوا روزا لوكسمبورغ وكارل ليبنت، استخدموا الجيش الالماني وادوا اوامر بفض المظاهرات وفض الاعتصامات وفض احتلال المصانع، وبرضه اتقتل الاف. وكانت نهايه الصيروره دي هتلر، يعني ده كانت بدايه الطريق لهتلر والفاشيه. وهنا نقطه بس عن الفاشيه سريعه، ان الفاشيه صحيح بيروحوا مثلا يكسروا النقابه هنا، يكسروا يعني معادين للطبقه العامله، معادين للاقليات والى اخره، بس ما بيقدروش ينتصروا على الطبقه العامله غير لو فئتهم الجيش. يعني بدون الجيش والاجهزه الامنيه لا يمكن قهر الطبقه العامله، لازم يبقى. وعشان كده موسوليني ما تخلصش، ما رماش جرامشي في السجن غير لما بقت في ايده الاجهزه الامنيه وفي ايده الجيش. ودي نقطة مهمة جدا. فبقى في اهو نموذجين للاشتراكية، نموذج بيقول ناخد الدولة الرأسمالية بالبرلمان ونحاول نغيرها تدريجيا للاشتراكية، وده فشل ذريع. نموذج تاني بتاع لينين انه زي ما قلنا نبني حزب ثوري يرفض الطليعة العمالية، يشد وراه كل القطاعات المضطهدة والمستغلة في المجتمع، ويشتغل على بناء سلطة بديلة لسلطة الدولة البرجوازية، تقدر نمرة واحد تواجه الدولة البرجوازية دي وتنتصر عليها في النهاية. للأسف لأنه الثورة ما انتشرتش، لأن الثورة الروسية العظيمة دي ما انتشرتش، لأن الثورات هي انتشرت بس لأن الثورات التالية فشلت، الثورة الألمانية هزمت، الثورة المجرية هزمت، كان في بلغاريا حتى ثورة هزمت، الموجة الثورية هزمت، الرأسمالية قدرت تحتوي الموجة العمالية الضخمة دي، فبقت روسيا محاصرة، بقت روسيا قلعة عمالية بس محاصرة تماما. وروسيا بلد فقيرة، بلد نامية، بلد كانت لسه غالبيتها من الفلاحين. الامل الوحيد كان لروسيا انه الثوره تنجح في المانيا المتقدمه الصناعيه، فبالتالي تساعد روسيا، تبقى في وحده ما بين البروليتاريا الالمانيه والبروليتاريا الروسيه عشان يقدروا يتحركوا في بناء الاشتراكيه. العزله دي طبعا حصل الحرب الاهليه. الحرب الاهليه القوى الرجعيه، القوى القيصريه القديمه، الجنرالات الجيش نظموا قطاعات من الفلاحين اللي كانوا معادين للثورة، بنوا جيش في مناطق معينة وقاموا بحرب ضد البلاشفة، وساعدتهم في ده جيوش 14 دولة. يعني حصل حصار عسكري وتجاري على روسيا من كافة النواحي، وتدخلت 14 دولة بجيوشها لضرب الثورة الروسية. وحتى بكل ده ما قدروش يهزموا البلاشفة، لانه زي في مصر الروح الثوريه والحاله الثوريه والوعي الثوري لما بيمتد في الجماهير هزيمتهم بتبقى صعبه جدا جدا جدا، محتاج تقتل عشرات الالاف من الناس عشان تقدر تهزم الروح دي. كل القرارات اللي اي حد بيطلع، مثلا الجيش ما هو كان بيحاول يفزع عمال السكه الحديد بالقرارات بتاعته، عمال المترو بس هددوا باضراب. حسب الموضوع الناس الطبقه العامله المصريه، يعني شهر مارس كان في اكبر عدد من الاحتجاجات في تاريخ مصر كله، واكبر عدد من الاحتجاجات في العالم. يعني في شهر مارس ده حصل في مصر احتجاجات اكتر من اي حته تانيه في العالم. دي مش طبقه على وشك انها تتهزم، دي مش ثورة على وشك انها تتهزم. بس العزلة اللي روسيا اتحطت فيها اتسببت في انه في حرب اهلية. الحرب الاهلية دي قعدت
ثلاث سنين. مين اللي تقدموا الصفوف في المعارك بتاعت الحرب الاهليه عشان يدافعوا عن البلاشفه ويدافعوا عن السلطه العماليه؟ طبعا افضل العمال، افضل العناصر العماليه، اكتر العناصر العماليه كفاحيه ونضاليه ووعي. ودول كتير جدا منهم ماتوا في الحرب الاهليه. الحصار الاقتصادي والعسكري هدم الصناعه الروسيه، ما بقوش قادرين، بقى في ازمه غذاء، مش قادرين يجيبوا الاكل من الريف للمدينه، فالفلاحين ابتدوا يقلبوا على الثوره. الثوره ادت لهم الارض بس قالت لهم احنا لازم ناخد منكم الاكل باسعار معقوله عشان نعرف نوكل العمال في المدن. فابتدى البلاشفه يضطروا يستخدموا اساليب عنيفه عشان ياخدوا المحاصيل من الفلاحين، فابتدوا الفلاحين يحرقوا محاصيلهم بدل ما يدوها للبلاشفه. ده عمل طبعا، فبقى ما بقى يعني المجالس العماليه فضيت من مضمونها، ما بقتش المجالس العماليه القويه الحاكمه الواعيه اللي موجوده، اتصفت المجالس العماليه. فبقى الحزب البولشفي معلق في الهواء. القاعده بتاعته، القاعده الاساسيه للثوره، المجالس العماليه ما بقتش موجوده، ما بقتش موجوده كهياكل، بس بقت موجوده كهياكل بيروقراطيه. وهنا البيروقراطيه ابتدت تاخد الصوت، بيروقراطيه الحزب. وهنا بدايات الثوره المضاده اللي قام بيها ستالين. ستالين عمل ايه؟ ستالين كان في خيارين واضحين: نكمل المشوار، نحاول ننشر الثوره، لسه في فرص ثانيه، لسه انجلترا كان فيها اضراب عام في سنه 26، الصين كان فيها ثوره في سنه 25، نحاول نكسر الحصار اللي حوالينا حتى لو ده ادى ان احنا نقع من السلطه، يعني نكمل بشكل مبدئي الثوره ايا كان الثمن. الخيار الثاني كان لا، نتصالح مع العالم. وهنا طلعت نظريه الاشتراكيه في بلد واحد. الاشتراكيه في بلد واحد دي طبعا كانت يعني ما اتقالتش خالص في الماركسيه من كارل ماركس، غير ستالين اقترحها، طلع بالفكره دي. طيب احنا نتصالح مع العالم الخارجي ونبني الاشتراكيه في بلد واحد. طبعا ده وهم في بلد زراعي زي روسيا انك تبني الاشتراكيه، لان الاشتراكيه هي التحرر الذاتي للطبقه العامله. الاشتراكيه حاجه العمال بيبنوها بنفسهم. الاشتراكيه هي اقصى درجات الديمقراطيه، لا يمكن انها تتبني من اعلى، لا يمكن انها تتبني باوامر، لا يمكن انها تتبني بحكم بيروقراطي. اللي اتبنى بقى بالفعل هو راسماليه الدوله. اللي عمله ستالين فعليا هو انه ابتدى يتوجه لراسماليه الدوله، انه البيروقراطيه حلت محل الطبقه الحاكمه. بقت البيروقراطيه هي المالك الحقيقي للصناعه، المالك الحقيقي للقرارات الاقتصاديه. لانه سلطه العمال بتعني ايه؟ بتعني ان العمال بشكل ديمقراطي بيقرروا ايه اللي بينتج، قد ايه بينتج، وبينتج لمين. ده بديهي لو انت بتتكلم على نظام ديمقراطي حقيقي. ستالين خد كل الحاجات دي من العمال. مش بس كده، ستالين صفى الحزب البولشفي من كل القيادات القديمه. الوحيد في اللجنه المركزيه للحزب البولشفي اللي مات موته طبيعيه هو لينين. وستالين طبعا. الباقي كله اتصفى. من ليون تروتس يعني طول الثلاثينات لغايه الاربعينات صفاهم كلهم واحد واحد. ليه؟ لان اغلب دولات كانوا بلاشفه بجد، مش عايزين يعملوا راسماليه دوله، مش عايزين قهر الطبقه العامله، مش عايزين يمشوا في السكه دي. طيب قدر ستالين يعمل حاجه غريبه جدا خلال الثلاثينات والاربعينات، انه حول روسيا من دوله زراعيه فقيره لدوله صناعيه. وعشان كده ناس كتيره جدا في العالم الثالث انبهرت بالاتحاد السوفيتي حتى في فتره الستالينيه، لانه ايه العظمه دي؟ يعني انت من بلد زراعي فقير غلبان لبلد صناعي بتتحدى امريكا وبتتحدى العالم. بس ايه الثمن؟ ايه الثمن اللي اتدفع للصناعه؟ عشان كده التقدم مش هدف حد ذاته، لازم تسال نفسك تقدم لمين وبقياده مين وعشان مين. التقدم الصناعي مش ودي مشكله كبيره مثلا في طبق كبير من المثقفين المصريين، يعني الانبهار بالتقدم في حد ذاته، يعني كانه ده يعني والانبهار بالحداثه
بغض النظر يعني بتلاقيهم بيتكلموا عن الحداثه كانه ما حصلش حروب عالميه في كانه الحداثه دي ما كانش فيها استعمار كانه الحداثه دي ما كانش فيها ملايين بيموتوا كان الحداثه دي مش بتدمر البيئه من حوالينا بتدمر كره ارضيه حوالينا كان كل ده مش موجود بيتكلموا عن يا سلام لو بقينا زي فرنسا طب فرنسا دي احتلت الجزائر واحتلت اجزاء كبيره جدا من العالم والثروات بتاعتها دي يعني ما هياش حق يعني ليه منطق غريب جدا في التفكير فستالين نمره واحد كانت فكره الاشتراكيه في بلده يا ريته كان وقف عند كده ستالين تدخل كان في علاقات كان في الامميه الثالثه دي كانت تنظيم عالمي بيضم كل الاحزاب الثوريه الشيوعيه اللي في العالم حزب الشيوعي الالماني حزب الشيوعي الفرنسي كل الاحزاب الشيوعيه وكانوا بيجتمعوا في موسكو طبعا عشان ينظموا ودي اتكونت سنه 1919 عشان يعملوا اللي هو اللي ناس زي لينين وليون تروتسكي كانوا عايزين لازم تنتشر الثوره لازم تنجح في بلاد تانية لازم نكسر الحصار انه من غير ما نهزم قلب الوحش قلب الراسماليه مش ممكن هنخسر فبنوا الامميه الثالثه وفي بدايتها في اول اربع سنين يعني اللي يقرا المقررات بتاعت المؤتمرات الاربعه الاولى للامميه الثالثه هندهش من طريقه التفكير ومن وحده يعني كان في مثلا مناقشات حوالين الجبهه المتحده لما الموجه الثوريه بانت انها بتنزل مش بتطلع ابتدى لينين وليون تروتسكي دافعوا عن فكره لازم نعمل جبهه متحده في موجه من الفاشيه طالعه لو الطبقات العامله ما اتجمعتش يبقى لازم نتحالف مع الاشتراكيين الديمقراطيين نتحالف مع كل القوى الديمقراطيه العماليه مع بعض عشان نقدر نحمي نفسنا من الهجمه فكان فكره الاستراتيجيه والتكتيك يعني اهم دروس الاستراتيجيه والتكتيك و أممية الثورة اتكونت في السنين الأولى للأممية الثالثة. طيب جه ستالين خلاص هو مش ستالين مش عايز ثورة عالمية، ستالين مش عايز أممية. ستالين عايز روسيا لنفسها روسيا قوية. تحول من الفكر الأممي للفكر القومي، فكر الوطني، فكر إحنا هنبني بلدنا. اتحرق ثورة عالمية. يا ريتو قال كده وبس لا لانه كان في صلات قويه جدا ما بين الحزب الشيوعي الروسي والاحزاب الشيوعيه الاخرى في العالم ابتدى يتدخل ليفشل الثورات ثوره ورا ثوره ورا ثوره الثوره الصينيه سنه 25 سنه 25 الصين قام فيها ثوره عماليه جباره والعمال احتلوا شنغهاي واحتلوا المدن الكبيره وكان في حزب شيوعي صغير صحيح بس قوي ونشط جدا ومرتبط جامد جدا بالحركه العماليه سالين بعت لهم ناس زي الفل كده مستشارين وقال لهم مفيش ثوره عماليه احنا لازم نعمل ثوره وطنيه ديمقراطيه تتخلص من الاحتلال الياباني و تبتدي تبني ديمقراطيه واستقلال في الصين ده معناه ان احنا لازم نتحد مع الطبقه الوسطى ونتحد مع البرجوازيه الوطنيه. بقى في برجوازيه وطنيه وبرجوازيه غير وطنيه. بقى في راسماليين كويسين، راسماليين شرفاء وراسماليين مش شرفاء، راسماليين مع الامبرياليه وراسماليين وطنيين. وكل فكره الثوره الوطنيه الديمقراطيه ابتدى يفرضها على الحزب الشيوعي الصيني. وده كان معناه انه فرض على الحزب الشيوعي الصيني انه يدخل تنظيم اسمه كومنتانج. كومنتانج ده كان تنظيم البرجوازية الصينية اللي فعلا كانت عايزة تتحرر من اليابان بس بالتأكيد ما كانتش عايزة ثورة عمالية تكلم على برجوازيين وأصحاب أرض بس كانوا عايزين يتخلصوا من السيطرة اليابانية وسيطرة أمراء الحرب يعني اللي كانوا ماسكين مقاطعات مختلفة فدخلوا الشيوعيين الكومنتانج ابتدوا يقولوا للعمال ما تضربوش عشان لما انتوا بتضربوا بتخوفوا البرجوازيه واحنا محتاجين نتحالف مع البرجوازيه فاستنوا دلوقتي
نخلص من المرحله الاولى وبعدين نبتدي نشوف موضوع الاضرابات وحقوق العمال. ما تعملوش مظاهرات، ما توقفوش عجله الانتاج، لانه الراسماليه لازم تنجح الاول. النتيجه كانت ايه؟ النتيجه كانت ان الكومنتانك سنه 27 قتلوا الغالبيه العظمى من الحزب الشيوعي الصيني. ماو تسي تونغ كان واحد من الناس اللي هرب لمنطقه في الشمال، وانهزمت الثوره الصينيه. في اسبانيا سنه 36 ابتدت، يعني في اول الثلاثينات ابتدت ثوره ديمقراطيه في اسبانيا. ابتدى يبقى فيه عايزين جمهوريه بدل الملكيه، جمهوريه ضد الملكيه. بقى فيه جمهوريين وملكيين. جمهوريين كسبوا الاول ضد الملكيين وعملوا بدايات نظام ديمقراطي. العمال في، لان في ثوره بتحصل ولان في ازمه اقتصاديه بتاعت الثلاثينات، ابتدوا يحتلوا المصانع، ابتدوا يحطوا مطالبهم على الارض، ابتدوا يخلقوا خصوصا في منطقه كاتالونيا في برشلونه، يعني كانت مركز الثوره الصينيه، يعني الاسبانيه برشلونه كانت مركز الثوره والجمهوريه، ومدريد كانت مركز الملكيه. ولغايه دلوقتي في الكوره تلاحظوا انه المؤيدين فريق برشلونه على اليسار ومؤيدين فريق مدريد على اليمين. لغايه دلوقتي دي بقايا الحرب الاهليه الاسبانيه. الحزب الشيوعي كان حزب كبير في اسبانيا. قال لك لا، احنا نعمل جبهه شعبيه مع البوركوازيه، مع الجمهوريين البوركوازيين، عشان ننتصر ضد فرانكو اللي هو كان بيقود الثوره المضاده. العمال عايزين المصانع، الفلاحين عايزين الارض، وابتدوا يحتلوا الارض. وكل اللي وقف في طريقهم كانوا بيشيلوا الكنيسه، تقف في طريقهم بيشيلوا الكنيسه. يعني كانت ثوره جارفه ضخمه، وقدروا يحتلوا برشلونه ويحتلوا مناطق كامله من كاتالونيا ويبتدوا دوله عماليه في المنطقه دي من اسبانيا. الحزب الشيوعي قال لك لا، ده تفكير غلط، دي سكه غلط في التفكير، احنا لازم نتواضع عشان ما نخوفش الطبقه الوسطى، عشان ما نخوفش البرجوازيه، لانه البرجوازيه فيها جزء جمهوري عايز جمهوريه، في جزء من البرجوازيه ضد فرانكو. طب نخوفهم ليه ونرعبهم وناخد ارضهم ونعمل كده؟ لا لا لا، نتراجع عن كل ده. وتدخل الحزب الشيوعي بشكل مسلح ضد التنظيمات التروتسكيه والفوضويه اللي كانت موجوده في كاتالونيا، وضرب العمال بالنار، ولعب دور اساسي في تصفيه الثوره الاسبانيه، وبالتالي انتصار فرانكو في الحرب الاهليه. وانتصار فرانكو في الحرب الاهليه 39 ما كانش حاجه بسيطه، لان مين كان مستني يشوف نتيجه الحرب الاهليه؟ هتلر. مش صدفه ابدا ان هتلر ابتدى الحرب سنه 39 بعد ما فرانكو كسب الحرب الاهليه. وده معناه انه لو كان عمال اسبانيا كسبوا الحرب دي، فرص انتشار الثوره الاسبانيه بقى، وفرص انه ما يحصلش فاشيه، وفرص انه ما يحصلش حرب عالميه، كانت ممكن تبقى فعلا موجوده. وده حجم جريمه ستالين، يعني جرائم ستالين يعني لا حصر لها. وبعدين بتمتد بقى عندك في 56، ده بقى بعد ما مات حتى ستالين، في 56 قامت ثوره في المجر، والعمال كونوا مجالس عماليه. مين ضربها؟ الجيش الروسي. دخلوا بالدبابات وقتلوا العمال ورجعوا حزب الشيوعي المفروض بيمثل العمال للسلطه من جديد. 68 تشيكوسلوفاكيا قامت فيها ثوره مهمه جدا، كانت جزء من الحراك الثوري اللي كان حاصل في العالم كله. مين دخل ضربهم بالنار كلهم؟ الجيش الروسي. فالستالينيه مش بس فكره غلط، انه مثلا انه اشتراكيه في بلد واحد ما تنفعش. الستالينيه مضاده للثوره، بتلعب دور مضاد للثوره. لما نبص على تاريخ الستالينيه في مصر،
في الاربعينات كان منطقهم ثوره وطنيه ديمقراطيه طبعا لانه لسه في الانجليز ولسه في الاقطاع. طيب ثوره وطنيه ديمقراطيه يعني نعمل ايه؟ يعني نقيد الوفد، نقيد حزب الوفد الجوازيه الوطنيه الكويسه الطيبه اللي عايزه تشيل الانجليز. فتزيلوا حزب الوفد وخلوا القطاعات من الطبقه العامله اللي هم كانوا مهيمنين في وسطهم يتزيلوا حزب الوفد. حزب الوفد طبعا حزب برجوازي مش عايز يعمل اصلاح زراعي، لغايه ما وقع حزب الوفد تماما ما عملش اصلاح زراعي، ما كانش يقدر يعمل اصلاح زراعي لانه تياراته كلها كانوا ملاك الاف الفدادين. فمنطق انك انت تتحالف مع حزب قياداته من كبار الملاك بمنطق انه طب نخلص من الانجليز الاول. طب هتخلص من الانجليز ازاي من غير ما تكسب الفلاحين والعمال؟ يعني ايه القوه اللي ممكن تجبر الانجليز انها تخرج من البلد؟ مش هم الفلاحين والعمال؟ طب الفلاحين والعمال هتكسبهم ازاي لما انت متحالف مع كبار رجال الاعمال وصنعوا اوهام حوالين طلعت حرب والرأسماليه الوطنيه؟ وكلها كانت اوهام على فكره. طلعت حرب كان مندمج تماما مع الرأسماليه العالميه، وشركاته كان مندمجه تماما مع راس المال الفرنسي وراس المال الانجليزي، وما كانش عنده مشاكل في التعامل مع اي حد خالص. خلقوا الوهم ده عشان يقولوا انه في رأسماليه وطنيه وينفع ان احنا نتحالف معاها في مرحله، وبعدين كده بعد كده نبقى نشوف هنعمل ايه. طبعا سيطره الاتحاد السوفيتي وسيطره الحزب الشيوعي الروسي على الاحزاب الشيوعيه خلاهم طبعا يعملوا اخطاء حتى افتح من كده، بما فيها الاعتراف بتقسيم فلسطين. اكبر جريمه من اكبر جرائم الحزب الشيوعي المصري والحركه الشيوعيه المصريه هي الاعتراف بقرار التقسيم وبالتالي الاعتراف باسرائيل، لانه روسيا اعترفت باسرائيل. مش بس روسيا اعترفت باسرائيل، ستالين كان اول حد يعترف باسرائيل، اول نظام واول حاكم يعترف بدوله اسرائيل كان جوزيف ستالين نفس ستالين. نعم كان بيحاول ان هو ينافس الامريكان اللي ابتدوا ياخدوا مكان الانجليز في المنطقه على النفوذ. مصالح، مصالح دي منطقه البترول انا عايز رجلي فيها، طب اسبق الامريكان، سبقهم سبق الانجليز واعترف بدوله اسرائيل. طيب جه عبد الناصر، عبد الناصر عمل انقلاب سنه 52 وعمل الاصلاح الزراعي اللي البرجوازيه ما كانتش عايزه تعمله، وابتدى يعمل مشروع تصنيع واستقلال والى اخره. فالشيوعيين عملوا ايه؟ نمره واحد، هو اول من اول قرارات عبد الناصر قتل عمال شيوعيين من في كفر الدوار عشان عملوا اضراب تأييد للثوره. يعني بس قتلهم ليه؟ لانه مش عايز حركه عماليه مستقله. الشيوعيين حبسهم فترات طويله جدا. استنتجوا ايه بقى الشيوعيين؟ لا عبد الناصر هو هياخدنا في سكه الاشتراكيه، ان هو الطريق الثالث، حاجه انتقاليه، لانه ابتدى يامن، لانه ابتدى يقف ضد الامبرياليه، فهيوصلنا للاشتراكيه. فاحنا نحل الحزب الشيوعي ده خالص وندخل الاتحاد الاشتراكي بتاع عبد الناصر. فحلوا الحزب الشيوعي ودخلوا الاتحاد الاشتراكي بتاع عبد الناصر، وما بقاش في حزب شيوعي في مصر. في مجموعات رفضت الحل ولا اخره، بس الحزب الشيوعي الرئيسي حل نفسه وتحالف مع سجان. وطبعا بتوقيتات غبيه جدا، عملوا ده في سنه 64 65 67 جت بعد كده، يعني توري هشاشه المشروع الناصري ونهايته. طيب يا ريت توقفوا عند كده. اعيد تكوين الحزب الشيوعي سنه 75، بس في الواقع في البدايه كان بيقايد السادات. ابتدى يتكلم على اتجاهات مختلفه جوه الرئاسه، الرئاسه نفسها فيها تيارات مختلفه، تيار تقدمي وطني وتيار رجعي يمين. فاحنا لازم نقيد التيار التقدمي الوطني اللي جوه الرئاسه ماشي ضد التيار الثاني. ده كان اول حاجه يعني. على الرغم من كده، لانه حزب شيوعي ولانه يسار ولان كان في تشوق لليسار، كبر الحزب ده ما كانش يعني كبر بسرعه يعني. وعملوا ايه بقى؟
تاني خطأ بقى جسيم، عملوا حاجة اسمها حزب التجمع. ليه؟ لأن ما ينفعش نبقى مستقلين، احنا لازم نبقى مع الآخرين. نجيب النصريين، نجيب الإسلاميين المستنيرين، نجيب الجن الأزرق، أي حد ليه أي علاقة باليسار من بعيد ولا قريب، نحطهم مع بعض ونجمعهم مع بعض، وبكده نقدر نتحرك إلى الأمام. برضه الناس أكيد يعني في بدايات حزب التجمع كان ناجح جدا. جورنال الأهالي كان توزيعه 150,000 في لغاية بداية الثمانينات. نتكلم على حزب بقايا اليسار لسه كانت طبعاً عاملة جزء منها مرتبط رغم كل الخيانات دي، رغم كل الأخطاء القاتلة دي، فضل مرتبط بيه. حزب التجمع خدوا فين بقى؟ حزب التجمع ابتدى مش عارف اقول لكم ايه، كان عنده مشكله ضخمه جدا مع الحركه الاسلاميه. طبعا ده بديهي وده صح، لازم يبقى عنده مشكله مع الحركه الاسلاميه. بس استنتج ايه بقى من صعود الحركه الاسلاميه؟ انه لازم يقف مع نظام مبارك ضد الاسلاميين. ليه؟ لانه نظام مبارك مدني والاسلاميين دول فاشيين. وبما انه عشان كده حد زي عنده مشكلة مع تسمية أو استخدام تعبير الفاشية، مش لأن أنا بعتبر مثلا إنه الإسلاميين مش راجعين، لا لا لا، أو مش يمينيين على الإطلاق، لأنه ده هو التبرير للوقوف مع مبارك طول فترة التسعينات. طول فترة التسعينات قال لك دول فاشيين، على الأقل النظام ده بيسمح لنا بحريات، على الأقل النظام ده مش عارف إيه، على الأقل النظام ده. فضلوا يدافعوا عن مبارك ويتورطوا اكتر واكتر مع نظام مبارك. في نهايات نظام مبارك كانوا بينسقوا مع بعض، الحزب الوطني الديمقراطي كان بينسق مع حزب التجمع في الانتخابات. طيب ستالينية النهارده في مصر بتعمل ايه؟ في جبهه الانقاذ. ليه في جبهه الانقاذ؟ مع ان جبهه الانقاذ دي فيها فلول، فيها رجال النظام السابق، بس طبعا احسن بكتير من الاخوان. لا، احنا نرجع النظام السابق. ماشي، في كلام انه شفيق هيدخل جبهه الانقاذ، ماشي. لا، نقف مع شفيق، نقعد مع شفيق. حزب التجمع جزء من الدفاع، حتى حزب التحالف الاشتراكي اللي هو مش مفروض حتى ان هو حزب ستاليني يعني، بس ما بيقدروش يتغلبوا على الفكره دي. يعني عندهم اسلاموفوبيا، كراهيه للاسلاميين، كراهيه للحركه الدينيه. وطبعا اداء الاخوان مساعدتهم جامد في ده، يعني الاخوان بوحشيه نظامهم، برجعيتهم، بانتهاكهم لابسط الحريات، بدعايتهم السوداء ضد المسيحيين وضد المراه، بخيانتهم للقضيه الفلسطينيه، خيانه رهيبه للقضيه الفلسطينيه، بتحالفهم مع امريكا، بشحاتتهم من قطر، بكل دهوت، ومش ناجحين حتى، مش عارفين يتصرفوا في اي حاجه. فطبعا عدو قميء، بس ده ما بيوصلناش لان احنا ناخد موقف ان احنا نقف مع النظام القديم او مع بقايا النظام القديم او مع الليبراليين ضد الاسلاميين. البرادعي مش احسن من مرسي، البرادعي مش احسن من مرسي. لن يقل عمالة للأمريكان، لن يقل عمالة لإسرائيل، لن يقل عمالة لرجال الأعمال وكبار رجال الأعمال عن مرسي. هيديها صورة مدنية، ماشي؟ مش هيستخدم نفس الانحطاط على مستوى مسيحيين ومسلمين ومرأة والأخ، بس هيخدم نفس المصالح. وهو بنفسه بيقول ده، هو نفسه عايز الجيش، هو نفسه عايز يدخل الجيش والشرطه. الشرطه بعد كل جرائمها في الكام شهر اللي فاتوا قال لك ندخل نعمل حوار يقوده وزير الداخليه ووزير الدفاع. وعمل اكتر من تصريح بيطالب الجيش بانه يعمل انقلاب. دي الليبراليه اللي اليسار المصري بسبب ستالينيته مصره انها تقف معاه، مصره انها تقف على عبد الغفار شكر. ما فيش صوره للبرادعي، ما تلاقيش قاعد على جنب، هو اقصر منه قوي، قاعد واقف على جنب كده اهوت ومتزيله بكل ال الوسائل. لازم نبقى، ودي فكره الجبهه الشعبيه، ودي نقطه عايز اجيبها. الفرق ما بين التروتسكيين والستالينيين في موضوع الجبهات ايه؟
انه التروتسكيين الماركسيين بيدخلوا جبهات مع قوى اخرى اسمها جبهات متحده، شرطها انها مؤقته وحوالين مطلب محدد. يعني احنا هنعمل مظاهره عشان فلسطين، فهنتفق هنمشي مع بعض في المظاهره، بس هنمشي مع بعض في المظاهره رافعين اعلامنا المستقله، لينا بياننا المستقل، لينا صوتنا المستقل، لينا تنظيمنا المستقل، لغايه ما تخلص المظاهره. خلصت المظاهره، خلصت مهمه الجبهه دي، وبتعمل جبهات حوالين حملات معينه. ماشي، لو في حمله لزياده ميزانيه الصحه مثلا، ماشي، وفيها احزاب مختلفه من اليسار ونصريين وغيره، طبعا لازم نبقى جزء من الحمله دي، طبعا لازم نبقى، طالما حافظنا على استقلالنا، حافظنا على رايتنا المستقله، حافظنا على دعايتنا المستقله، مفيش اي مشكله ان احنا نتعاون مع قوى اخرى حوالين قضايا محدده. ما ينفعش نعزل نفسنا عن الساحه السياسيه، دي فكره ساذجه جدا. في بعض اليساريين ما يشتغلش مع اي حد خالص، فتلاقيه طبعا هم 5-6 ويفضلوا 5-6 الى الابد، لانك انت لما تشتغل مع اخرين، وده اي حد، كلكم في الجامعه عارفين ده كويس جدا، لما بتشتغل مع اخرين بتقدر تكسب منهم ناس، لانه بيشوف بشويش انه كلامك صحيح، لانه بيشوف بشويش انك عندك نظريه وعندك رؤيه وعندك خطه حقيقيه، لانه بيشوف بشويش مثلا الشباب بتاع الدستور دلوقتي ناقد نقمه سوداء على البراده وعلى قيادات الحزب، هيبتدي شباب الدستور يدور بره الحزب على افكار ثانيه، على اتجاهات ثانيه. لو انت مش موجود معاه، لو انت مش بتشتغل معاه في الجامعه، لو انت مش بدعم على قضايا معينه بتحتك بيه، مش هتعرف تكسبه، هيكسبه غيرك. فده منطقنا في الجبهه المتحده. منطق ستالينين في الجبهه مختلف خالص. منطق ستالين في الجبهه هو ان احنا نعمل برنامج واحد سياسي نلتف كلنا حواليه. فتلاقي انه الستالينين مثلا في فرنسا سنه 36 دخلوا في تحالف مع حزب كان اسمه حزب الراديكالي، ده كان حزب برجوازي صغير، على حكومة موحدة. يعني يدخل حكومة موحدة ما بين قوى سياسية مختلفة ببرنامج واحد. البرنامج ده بيبقى عبارة عن تنازلات من الستالينيين في مقابل البرجوازيين، زي مثلا جبهه الانقاذ. جبهه الانقاذ دي جبهه شعبيه بالمعنى الستاليني، جايبه اليميني واليساري، جايبه الليبرالي والشيوعي مع بعض. برنامجهم ايه؟ حكومه ائتلافيه، حكومه ائتلافيه تمثل كل الاطراف. مين بيبقى الغالب في اي حكومه ائتلافيه؟ اليمين. اليمين اللي بيبقى وراه الجيش، اللي وراه الشرطه، اللي وراه ايه اللي يخلي حكومه ائتلافيه تامم وتعمل حاجات لصالح الفقراء؟ مفيش اي حاجه خالص. ايه اللي يخليها تعادي امريكا او تقف ضد اسرائيل او 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 تدي قرار انه الانفاق تتفتح لغزه او تعمل اي حاجه يعني من من من, من اي نوع؟ مفيش. فبيبقى النتيجه تنازلات وتزيل للبرجوازيه. تاريخ الستالينيه في مصر تاريخ تزيل البرجوازيه. تزيلوا الوفد في الاربعينات، تزيلوا عبد الناصر في الخمسينات، تزيلوا مبارك في التسعينات، متزيلين البرادعي وعمرو موسى النهارده. اهم حاجه بالنسبه لنا احنا الاستقلال، الموقف المستقل. مش ضد الشغل مع الناس، مش ضد الشغل مع القوى السياسية، بس على أسس واضحة فيها استقلال تنظيمي، فيها استقلال دعائي، بنطلع بيان باسمنا، ما بننزلش أبدا علمنا الأحمر. إن شاء الله يكون مين اللي موجود في الـ في الـ في, الـ في الساحة. نشتغل مع آخرين بس بشكل مستقل. ندخل في جبهات بس جبهات حوالين مطلب، من غير ما نتنازل عن استقلاليتنا. الستاليين كان عندهم كانهم عندهم عقده من الاستقلال، يعني ما يقدرش يبقى مستقل، لازم يبقى مع حد، لازم يبقى متزين حد، حاجه تكاد تكون بعقده سيكولوجيه او حاجه. يعني المشكله فين؟
المشكله الحقيقيه بقى لما نحللها مش سيكولوجيا يعني طبقيا، هي عدم الثقه في الطبقه العامله. ما عندهمش ثقه حقيقيه في الطبقه العامله. يتكلم مع السلاليين لغايه النهارده يقول لك الطبقه العامله ما مطالبها اقتصاديه لغايه دلوقتي وجزئيه ومش قادره تعمل كذا ومش هتقدر تعمل كذا، ومهما عملت الطبقه العامله كانها مش موجوده. بيشتغلوا مع الطبقه العامله طبعا، بس بيفصلوا في شغلهم مع الطبقه العامله ما بين الاقتصادي والسياسي. الطبقه العامله شغل نقابي، شغل اقتصادي، شيوعيين يشتغلوا فيها ومستنيين يشتغلوا فيها ويشتغلوا كويس وناظرين جيدين، بس ما عندهمش ثقه في الطبقه العامله على المستوى السياسي، ان الطبقه العامله ممكن تلعب دور على المستوى السياسي. السياسه دي للمثقفين، للنخبه، للبرادعي، لعمرو موسى، للبدل. لا انا البس بدله مع البرادعي والعمال اساعدهم عشان يحسنوا ظروفهم. دي طبعا سياسه كارثيه شفناها. طبعا في مشكله كتير من حركات التحرر الوطني انها الماركسيه اللي تبنتها هي الماركسيه الستالينيه. يعني مثلا مش صدفه ان الجبهه الشعبيه اسمها الجبهه الشعبيه، يعني ده جزء من تراث هم تبنوه. وده ما يعنيش ان احنا ما بنأيدش حركات التحرر الوطني، احنا لازم نأيد التحرر الوطني غير مشروط. تأيدنا لحركات التحرر الوطني الفلسطينيه واللبنانيه وفي كل مكان فيه استعمار وفي كل مكان فيه احتلال تأييد غير مشروط، انما هو تأييد نقدي. ما ينفعش ما يبقاش نقدي، ما ينفعش نشوف ليه الحركات دي ما نجحتش، لازم نفهم ليه الحركات دي ما نجحتش رغم بطوليتها ورغم فدائيتها ورغم اخلاص مناضليها. ليه ما نجحوش؟ لانه الرؤيه اللي تبنوها رؤيه ستالينيه، رؤيه نخبويه، رؤيه بتشوف المقاتل هو اللي هيحرر الشعب، مش الشعب هو اللي هيحرر نفسه. العمليه المسلحه اللي احنا بنأيدها برضو بشكل غير مشروط بس لوحدها ما تنفعش. عشان كده احنا كنا بنقول انه الكفاح المسلح وحده في فلسطين لن يحرر فلسطين. لو القاهرة، لو دمشق، لو عمان ما بقوش مدن ثورية بتأيد الفلسطينيين بشكل مباشر لن تتحرر فلسطين. وعشان كده الطريق اللي خدته الحركات دي كان طريق مسدود. ولانه الاتحاد السوفيتي برضو، وهاجي سريعا في الاخر اتكلم عن الصين شويه لانه ده برضو بيلخبط ناس، انه الفكره بتاعتهم دايما كانت كده باستثناء لحظات. كان دايما الفكره انه الكفاح المسلح هو طريقنا للتحرر، هنفضل على المشوار ده وهنحرر فلسطين بنفسنا. وابتدوا يقسموا البلدان العربيه لبلدان تقدميه وطنيه ينفع نتعاون معها وبلدان رجعيه ما ينفعش التعاون معها. السعوديه ومصر وقت السادات مثلا ماشيين، سوريا والعراق كويسين. نتعامل مع سوريا والعراق. طبعا الفلسطينيين كانوا في وضع ضعيف في النهايه، يعني هو هيعمل ايه؟ هيروح فين؟ هيحارب منين؟ لما هو حارب من الاردن واتطرد منها، وحارب من لبنان واتطرد منها، هيروح فين؟ مفهوم التنازلات اللي اضطرت القيادات الفلسطينيه تعملها مفهومه تماما. بس برضو فكره انه في ضروره للثورات العربيه انها تنجح عشان تحرير فلسطين، دي كانت فكره ناقصه. في احنا اتكلمنا شويه عن الثوره الاولى في الصين سنه 25 ل 27، كان في ثوره ثانيه في الصين سنه 49 قطعها ماو تونغ، كان في الحزب الشيوعي وكان في الحزب الشيوعي من 25، بس كان حول الحزب الشيوعي الى جيش من الفلاحين، ساب الطبقه العامله خالص وراح الريف وقال لك الثوره هتقوم من الريف، والكفاح المسلح والعمليات المسلحه هنقدر نبني جيش يحرر الصين. وفعلا بنى جيش، بنى حزب كبير حرر الصين من الاحتلال الياباني ومن الكومنتانج اللي كان متحالف معاه قبل كده، بس حرره من غير الطبقه العامله.
نسبة العمال في الحزب الشيوعي الصيني كانت أقل من 1%. ده ما كانش حزب عمالي سوي، كان حزب فلاحي بيقودوا المثقفين، بيقودوا مثقفين المدن، راحوا الريف وبنوا حزب. ولو احنا مقتنعين بالماركسية بانه الاشتراكية دي حاجة ما تتبنيش غير بالتحرر الذاتي للطبقة العاملة، يبقى لازم نفهم انه ما كانش ممكن يتبني اشتراكية في الصين بقيادة مش عمالية. كان من اول اوامر ماو تسي تونغ لما دخل المدن الكبيرة عودة العمال للعمل طورا لبناء الصين الجديدة. احنا شفنا ده وصل لفين. الصين قلب النظام الرأسمالي العالمي دلوقتي تحت نفس النظام، على فكرة هو نفس الحزب الشيوعي ومتغيرش، بس حزب لا علاقة له بالماركسية، بيتكلم لغة الماركسية، بيرفع ألوان الماركسية الحمراء، بيستخدم شعارات ماركسية، بس ملوش علاقة بالماركسية على الأرض. حتى كوبا، كوبا من كوبا، كوبا مين حرر كوبا من نظام باتيستا سنة 59؟ مجموعات صغيرة من المثقفين اللي سلحوا نفسهم على الجبال، طبعا مناضلين العظام يعني يحترمهم وتحط صورهم ويحترمهم طبعا، بس مش طبعاً عاملة. خدوا قدروا انهم يهزموا جيش باتيستا وخدوا السلطة، ماشي، لغاية ما خدوا السلطة ما كانوش ماركسيين ولا بيقولوا حتى على نفسهم. فيدل كاسترو ما كانش حتى بيقول على نفسه، قرر سنة 60 ان هو ماركسي. الماركسية هي صح، انا هتحالف مع الاتحاد السوفيتي وهدخل الحزب الشيوعي وهبتدي ابني الاشتراكية. النظام الكوبي عمل حاجات عظيمة جدا جدا في نقط معينة تخطط الرأسمالية فعلا، زي في الصحة والتعليم والحاجات دي، عمل حاجات عظيمة جدا. بس ليه فضل مأزوم؟ نمرة واحد، ليه فيدل كاسترو فضل في السلطة طول الوقت ده؟ ليه ادى السلطة لأخوه؟ ليه يعني تفكر في الموضوع، ايه يعني ليه ما ليه مش قادر، ما كانش قادر يستمر غير بمساعدات الاتحاد السوفيتي؟ ليه النهارده عمال يتراجع عن الاشتراكيه وعمال بيدخل السياحه وعمال هيبتدي يخصخص؟ مساله يعني شهور مش سنين هيبتدوا يخصخصوا، وشركات الصين والامريكان هيدخلوا وهتنتهي القصه. وهيبقى ليه انتهت القصه؟ لانها ما اتبنتش من تحت، اتبنت من فوق مش من تحت. ان في فرق شاسع ما بين انك تعمل نظام صحي عظيم ديمقراطي مبني من اسفل بيشارك فيه الممرضات والدكاتره والتكنيشنز اللي في المستشفيات، والناس بتختار بشكل ديمقراطي ايه الاولويات في الصحه وفي التعليم وغيره، وما بين ان ده يتعمل لك من فوق زي عبد الناصر بالظبط. عبد الناصر امن المصانع من فوق، عشان كده لما جت الفرقش التفرقه دي، ملكية الدولة لوسائل الانتاج ما هواش محدد للاشتراكية. سيطرة العمال على وسائل الانتاج وعلى قرارات الانتاج هي المحور بالنسبة لنا. احنا مش عايزين لا رأسمالية خاصة ولا رأسمالية عامة، ولا رأسمالية دولة ولا رأسمالية خاصة. بس ده اللي